ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومشرفنا في الاستوديو الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف على قسم التعليمي. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا دكتورة. ومشرفنا الدكتور رفعت رأفت عمران حياتك خبير التربوي اللي احنا منتظرين حضرتك جدا عشان نعرف نوصل لأولياء الأمور هم فين مش احنا فين. تمام. فالحلقة أساسا عشان أقول لحضراتكم أنا غرضي منها إيه، أنا أولا وأخيرا أم، فأنا بأخالط أمهات كتير. الأمهات مش فاهمة حاجة، الأمهات كل اللي بتسمعه نظام تعليمي جديد، وفي نفس الوقت الدروس الخصوصية بدأوا يحجزوها، ما هو أصل المنهج ما تغيرش. طب أنا عملت حلقة قبل كده اتكلموا النظام اتكلمنا النظام التعليمي الجديد هيقضي قضاء تام على الدروس الخصوصية. صح. فأنا هبدأ معاك يا دكتور رأفت. معاك. هبدأ مع حياتك الأول تستعرض لينا النظام التعليمي ده هيبقى ماشي ازاي، واحنا مطلوب مننا في ايه ومن الاولاد ايه، وبعدين نناقش هل النظام ده فعلا هو النظام الامثل ولا هيوصل فين. اتفضل يا فندم. اولا حضرتك استهليتي الكلام ب هل هتتلغى دروس خصوصيه والناس بتحجز دروس خصوصيه والكلام ده، بعقلانيه شديده جدا. التغيير انت عندك 14 سنه دراسيه. مصبوط. من كي جي 1 لثالثه سنه اللي هيتغير، ورفعت بفياض موجود، كي جي 1 كي جي 2 اولى ابتدائي. تمام. ايوه، عشان دول يطلعوا بعد كده. تمام. دول يعني هم دول الثلاثه علشان يبدا بعد كده التعليم بيجربوا في الصف يتغير. الاول الثانوي علشان بعد كده يبقوا ثانيه وثالثه، عشان هيطبقوا ياخدوا متوسط للتقويم بتاع ثانيه وثالثه ويحسبوه للثانويه العامه. فهخرج من الحسبه اللي انا هحسبها لحضرتك 3 من 14 لو جيت تحسبيها كنسبة وتناسب، عدد بسيط جدا في التطوير الذي تم. تمام. يبقى احنا دلوقتي نتفق ان اللي داخلين النظام الجديد هم دول المفروض ما ياخدوش دروس خصوصية. تمام. كي جي 1 ولا انا غلطانة؟ كي جي. تمام كده. ما بتوع اولى ثانوي بيحجزوا ليه؟ ما بتوع اولى ثانوي بيحجزوا لانهم مش فاهمين الحالة اللي عليها التعليم في السنة الجديدة. طب حضرتك فهمنا. هنقول لحضرتك. اولا لو انا جيت النشرات التي صدرت عن متخذ القرار في وزارة التربية والتعليم ببند الثاني الثالث هقولها لحضرتك سريعا. اتفضل يا فندم. نظام الدراسة الجديد للمرحلة الابتدائية بالتفصيل. اتفضل. الطلاب سوف يدرسون 4 مواد في كتاب واحد. لا حضرتك اشرحوا لنا، ما تعلمناش. انا بقرأها. قول لنا الخلاصة عشان نقدر نكسب الوقت. بقرأ ونوضح سريعا. ما هو اتفضل يا فندم. اتفضل. ومش هيمتحن طول 8 سنوات. يعني الولاد اللي داخلين النهارده كي جي 1 وأولى ابتدائي هيتنهم لحد ما يوصلوا لستة ابتدائي مش هيمتحنوا، بس لكن اللي الأولاد اللي موجودين في تانية ابتدائي هيمتحنوا ولنفس ويمشوا على السيستم القديم. وفي ولسه كمان تيهين في المدارس، لم تصل نشرة إلى الإدارات التعليمية ولا المدريات، لا حينما نلجأ إليها لكي نستفسر عن كيفية نظام العمل وساعاته ولا آخره، لم تجدي من يرد عليك في الإدارات ولا في المديريات. صح عارف عبي؟ صح. في بقى الناس تايهة ليه؟ لأن الوزارة لم تعلم الإدارات التعليمية ولا المديريات التعليمية. ما احنا عندنا التسلسل وزارة مديرية إدارة مدارس. ايوه. لما جينا من الوزارة لم تعلم المديريات التعليمية اللي هي في كل محافظة في مديرية، وكل مديرية تابعة لها إدارات، لم تعلم المديرية أيضا الإدارات لأن لم يصلها شيء إلى الآن. وناهيك عن ذلك، أنا أبدأ نظام تعليمي جديد بدون الاستعداد ليه وبدون التدريب وبدون وجود الكتب ووجود نشرات وبوجود عدم وجود تفسيرات. احنا كل معلوماتنا